إحنا مع الأخ إليا كورولوس اليوم في برنامج ليك النور، وحديثنا عن المسيح رئيس الكهنة. ذكرت طبعا عن يوم الكفارة، وحكيت عن الثور الذي يقدم محرقة ويقدم دمه ويرش، يكفر رئيس الكهنة عن نفسه عن خطايا الشعب. بعدين وصلنا لتيس عزازيل بحط إيده ويقر بخطاياه وخطايا كل الشعب ويطلق هذا التيس إلى البرية. المغزى اللي بنتعلمه من هذا الموضوع؟ اللي بنتعلمه من هذا الأمر أخ نزار أن كفارة المسيح التي عملها كان لها شقين. الشق الأول في داخل الأقداس لإرضاء الله، والشق الآخر خارج الأقداس لحمل خطايانا. فلكي تتم الكفارة كان لابد الأول أن يعوض الله ويدفع ثمن الخطية لله وإهانة الله. هذا ما تم داخل الأقداس عندما دخل المسيح بدم نفسه إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا. والأمر الثاني عندما حمل المسيح على الصليب خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أما سؤالك عن تيس عزازيل حضرتك، فهو يرينا أن المسيح بكفارته وعمله فوق الصليب أبعد خطايانا إلى الأبد. لا يعود يذكر خطايانا وتعدياتنا فيما بعد كبعد المشرق من المغرب، أبعد عنا معاصينا.